That's the real thing. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. El farfu salat, el farfu selam ala habibi seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cidhu ya Rabbi izzem ve şerefa, nuran ve sururan ve duan ve sultana ve ehl-i beytihi kezalir. Ma enni zayıfun inşallah bereketikum yokuha ha? Ve estafi'a enni yükellim kavmul Arab bil ahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها العرب أيها قوم العرب حيث أنتم من قوم النبي عليه الصلاة والسلام أحب كم يوم ورد في قلبي أن أحكي كم كلمات بالأخص لقوم العرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رجال الله سددوا لساني حتى أكلكم كلمات يلزم بالأخص بالأخص قوم العرب نبي صلوات الله وسلامه عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أيها العرب أيها المسلمين على العرب يقول نبي عليه الصلاة والسلام اكرموا كريم قوم هذا امر مهم لقوم العرب كريم قوم ايها المسلمين عرب تفهموا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اكرموا كريم قوم من هم الآن الآن من هم كريم القوم هل منسوبين لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أولاده وأحفاده ومن يكون نسبته لحضرة الرسالة استيقظوا يقول النبي اكرموا كريم قوم منهم الآن وعلى الدوام أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أمر لكم أيها العرب اكرموا كريم قوم منهم
منهم مش هل أنتم تنتخبوا فرعون رئيس فرعون لا لا قدر لهم قدر التقدير لمن نسبه نسب صاحب الرسالة في المطبقة هل عند الله جل وعلا معظم ومشرف مكرم الذي قيل له الذي قال ربه سبحانه وتعالى لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك يا حبيبي يا محمد مصطفى ربنا جل وعلا قدر تقدير تقدير عظيم أيها العرب اكرموا كريمكم منهم الآن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام موجودون موجودون اكرموهم أو كرموهم ويحق ويحقكم أيها العرب هل أنتم تركضوا وراء أعناب لا قدر لهم ما في ليس ولا واحد كريم قوم وبالأخص كريم قوم قوم عرب هم أهل البيت كرموهم اكرموهم يكرمكم الله اكرموا لنبيكم ونسبه أن يصل له النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيت أريد من قوم العرب هذا الخطاب من الذي يعني يناسب له أن يكرم ويحترم وأن يكرم بس أولاد النبي عليه السلام منصبه الشريف هؤلاء القوم موجودون بأرض الأردن أخذوا كل رؤساء العرب في بلاد العرب هل غني من جهة أي معدن بالأخص بترول عندهم بترول أعز من أولاد النبي عليه الصلاة حاشا ثم كلا ما كان يلزم لهم أن يتركوا نسب الرسول عليه أولاد النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الشول صحراء هذا إكرامكم والنبي يقول اكرموا كريمكم
كريم قوم يا أيها العرب تركتم في وسط لا ماي ولا شاي عندهم هذا إكرامكم هذا فهمكم من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام اكرموا كريم قوم من يكون أكرم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم ويحكم كل الفتن من هذا حيث أنتم تركتم لواء الرسول عليه الصلاة والسلام مع أولاده في وسط الشر تركتموهم وأنتم تتفاخرون بأمير فلان ملك فلان إمام فلان أين هذا الإكرام؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما هي؟ سبحان الله. لازم يكرم لأنه أوله معهم آخره الدين معهم ينتهي كمان لواء أول لواء لواء الرسول صلوات الله وسلامه مرفوع ثم غيروا والآن لازم لواء الرسول يرفع حتى الله يضع في قلوب الكافرين مهابة الإسلام هيبة الإسلام ما شاء الله كمان حديث أنت تفهموا ما بعرف نسيتم عربية مثل حكاية ما بعرف أنزلوا الناس منازلهم هذا كمان حديث لما بنزلوا لما يكرموا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أيها القوم العرب اكرموا كريم قوم هم الذين منسوبون لحضرة الرسالة هل عند ربه أعظم مرتبة قد أكرمه له عليه الصلاة والسلام حتى أنتم تفهموا وتتركوا باطل تبع شياطين الإنس والجن من غير الأديان أنتم ما لن تفلحون لن تفلحون إلا أيها العرب هذا الخطاب لكم انزلوا الناس منازلكم كرموهم الله جل وعلا سبحانه وتعالى يكرمكم أيها العرب ما في نصر إلا بهم تنصرون بهم ترزقون بهم تشرفون غرت في قلبي أن أخاطب سمو الأمير مثل شمس وجهه أكرموهم يكرمكم الله هذول ضيوف الله في الأرض منسوبين لحضرة الرسالة يا جلالة الملك لا تخاف أنت على الحق لو تحركتم مدد الحق يكون معكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهل بيت أكثر ما يكون مكرمين أهل البيت
Osmaniyyin, Serafin'in Osmaniyyin, fil muayede, evvel muayede, tebrik, li sultan, nakibul eşraf efendi, evvelul emir ye'ti, ende sultan, ve sultan yukammil yedu. Had ikram kan, ikram had. Kerramu, Allah atahum kuvve vel heybe. Kuvve vel heybe. Subhanallah. Ahiruhum Sultan Abdülhamid Han. Cennet mekan. Fel yekun makamu fi cennetil firdevs. İnne seyyidil evvelin el ahirin. Huva kan yuazzim. Hazreti Risale ve Miladil Hicaz. Ekremu entü eyyühel Arab. Ma indekum ala ta'zim. Bela tekrim. Ve rize asbahtum. Ki haletin seyyiyetin cidden ve izâ mâ racatum âti kulli zi hakkın hakka. Hazel emr. Âti kulli zi hakkın hakka. Eyvehl Arab, âtu, hak ehlil beyt ve kerrimuhum. اكرموهم عظموهم الله يعظم شأنكم وإلا بالدنيا تأكلوا بعضكم بعضا لا يفلحون مش لا يفلحون لن يفلحون وإذا أعتذر لسلطان عبد الله يقال ملك عبد الله أصله سلطان هو سلطان ومهما يضع رجل نصر معه حتى عرب يجتمعون تحت لواء سلطان ملك عبد الله ابن حسين ابن عبد الله ابن شريف حسين هذا سلام مهم ما شاء الله وجوه نور ياتي يسطي نعم من وجوههم الواجب علي أن أبلغ ما ولد في قلبي من طرف ساداتنا الكرام شديد اللهجة بين الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني شديد اللهجة ولا واحد ما يروح عنده ما يقول يا باز يا سلطان خلصنا من المشاكل ولا واحد ولا واحد يأتي مصر عند سيدنا الحسين عليه السلام ويقول خلصنا من المشاكل بده يشير عليكم كريم قوم هناك هل حبستهم في وسط الشل صحراء أردن هي حيفا عليهم أظن بده يتقلب الأيام ويأتي دورهم وهم
قدام مهدي عليه السلام مقدمين وسلطان جلالة الملك عبد الله له 3,000 لواء لرسول صلى الله عليه وسلم لواء لمهدي عليه السلام ولواء له حيث هو ملك الزمان فليمشي ولا يخاف نحن لما نخاف لا من سوريين ولا عراقيين ولا ترك ولا أهل الغرب ولا الصين ولا روس عندنا قوة قوة يفاتون خلاص ما شاء الله جاء وقت قد بلغت ما بلغت بعد أنت عالم يا قوم عرب اكرموا كريم قوم الآن كريم القوم هل منسوب لرسول الله نسبهم كلهم اكرموهم يكرمكم الله الله يعلي مرتبتهم يزيد عزهم عزتهم وشرفهم إن شاء الله أحب أن أبايعهم ملك بعد مهدي عليه السلام إن شاء الله من الوزراء صاحب السيف لا خوف عليه ولا أنتم تحزنون فاتحة